زحمه وتبقى مشغله العداد ويقول لك نزل لي هنا سجاير على طول في العربيه طول ما ماشي ما بيحترمش الزبون، بتقعد تدقق في العداد تبص تلاقيه بدل ما هيخش روكسي يروح مدخلني في حته تاني. طب انت قلت روكسي، انا ببقى ماشي عارف انا رايح فين. هو تحسي ان هو يعني بيذلنا، يعني احنا راكبين معاه المفروض يوصلنا في حته احنا عايزين ننزل فيها، هو اصلا عمال بيقفف من اول ما ركبنا. بيضايقني من الزباين من نسبه عاليه التعالي، اللي من غير عداد بيضرب لك على طول في يعني في اتنين. وزبون المناكف هو اللي بينكفنا، يعني يقول لك لا ما شغالش بعداد ويمشي بدون عداد. مثلا اللي بيشتغل بالعداد تمام، لو مثلا عمل 5 جنيه يقول لك لا المشوار يستاهل 10. والله يقول لك طب هات الفكه، معكش فكه ليه؟ قلت له انا غصب عني انا معيش فكه. مش كلهم طبعا، بس في منهم بيقلوا ادبهم. ممكن مثلا يركب من غير ما يقول لي انا رايح فين ولا جاي منين. ما بيشغلش التخييف، خايف على الموتور. في زبائن مثلا بيبقى رايح مثلا مروح، بيجي الزبون يقول لي مثلا حته فلانيه فبقول له لا، فبيزعل بيتضايق. في طريقه تعامل ممكن تكون احسن من كده شويه. الزبون المفروض يعني يحط مثلا عذر للسواق.